والمرأة إذا انتظرت الرجل الكامل في كله كامل الأوصاف، متى سيأتي كامل الأوصاف؟ إيه؟ في الجنة. الله يبارك فيك يا أبا قسورة، سعفني دايما على طول. من يأتي عاوز مواصفات معينة زي الأخ، تلاقي أخ يقول لك يا أخي أنا عاوز أزوج بس أختي دينة، تقول له دينة بس، قول بس يكون شكلها مقبول. طب شكلها مقبول ازاي يعني؟ يقول يعني يكون كذا وكذا، ويبدا بيقول لك رص، لان هذا الاخ قبل ان يلتزم كان بيفتح مجلات ويتفرج مش عارف ايه، فكل لقطه اخذ منها حت، فعاوز مثلا الطول طول كذا، والعرض عرض كذا، والشعر مش عارف ايه، والعين ايه، وهي كذلك، لان النساء الان ينظرن. يعني النساء يقول لك انا بشوف المشايخ، بتفرج على المشايخ وتلاقي بقى الشيخ ده فلان عينه واسعه، الشيخ الفلاني ده ما شاء الله النن بتاعه كذا، والشيخ الفلاني ده رموشه مش عارف ايه، ايه اللي حصل له؟ سبحان الله العظيم. فنحن متلون بهذا وذاك، وبالتالي بيتاخر سن الزواج. كان ايام زمان سبحان الله تجد الرجل يقابل الرجل، يا حاج فلان الواد ابني ده عاوزين يجوزوا بنتك، على البر على البركه، وانتهى الموضوع. وطبعا كان الحاجات كلها سهله وبسيطه، هو الصندوق والقفص، بالصندوق والقفص وانتهى الموضوع، حاجه بسيطه وسهله. دلوقتي يقول لك دلوقتي احنا عاوزين ست اوض. طب ست اوض دول، طب هنجيب لهم شقه ست اوض منين؟ يقول لك مش مشكله تلات اوض ونحط الحاجات على بعضها. طب وليه؟ طب انا مش على القد. لا، احنا عاوزين نجوزها زي اختها، نجوزها زي اختها. طب معاها الجامعة، الناس يقولوا علينا اذا كانت البنت الامية تجوزها بست اوض، يبقى اللي معاها اللصانص تتجوز باوضتين، ما ينفعش. وبعدين الفستان والجزمة لابد يكونوا على العريس، واخد بالك ازاي؟ وبالمناسبة في هناك اخ ارسل لي سؤال ان الفستان هذه الايام لا يمكن ابدا للأخت أن تصلي فيه. ليه؟ لأنه هو العريان والضيق، فبالتالي هتصلي إزاي؟ ممكن لو مدت إيديها أو ركعت أو سجدت ممكن الفستان يتقطع. وهي حاجة من اتنين، إما جايباه بألف جنيه يا خسارة، وإما إن هي مأجراه 300-400 جنيه، ولو اتفتق تبقى مشكلة عند بتوع المحلات. إحنا نحاول أن نتقي الله سبحانه وتعالى، واقرأوا في قوله تعالى ويمنعون الماعون. فالماعون هو ما تعطيه المرأة للمرأة. ايه المانع؟ ان النساء يهادوا بعض بالثوب الذي تتزوج فيه، ويكون ذلك باب الماعون. لا تتكلف المرأة شيء، لكن تجد الاخ يقول لك انا جبت فستان بألف، وتقول لك جبته باربعة الاف. في فساتين بتوصل لما شاء الله، مش عايز اقول لكم رقم عشان يعني تقوموا بالسلام، واخد بالك ازاي؟ الله المستعان.